السلام عليكم. اخذنا المحاضرة اللي فاتت ايه؟ Readjustment for what? عارفة
تكيف ايه؟ مش كان ده الحمل بالنسبه لها يعتبر وضع جديد، وضع فيه تغيرات نفسيه وفيه حاجات قلق وخوف وكلام من ده، تغير في الشيب، تغير في السايكولوجيكال كونديشن، في الفيزيكال كونديشن، فبدا الكلام ده يروح. هل يحتاج تكيف؟ يحتاج ري ادجستمنت اند ادابتيشن. Time of readjustment and adaptation for the entire child, peering family, but especially for the mother. مش بس حكت ان انا في طفل كتير كمان زي ما زميلكم قالت في الاول، كمان حكت في الام. هل اللي كانت الاول لسه just female، بعد كده بقت pregnant woman، دلوقتي بقت تبقى ام، فده بالنسبه لها دور جديد. ازاي انها تعتني بالطفل؟ ازاي انها تتعامل مع الطفل؟ بس كده انها تعتني بالطفل، بالاضافه كمان انها post optive أو لسه طالعة من العمليات أو لسه طالعة من الولادة، فهي as a patient و at the same time مطلوب منها برضه إنها تهتم بالبيبي بتاعها، فعندها more than one role at the same time، فلها أكتر من اهتمام أو أكتر من concern. First concern من حياتها اللي هو تهتم بالبيبي، واللي هو concern another اللي هو اهتمامها بنفسها بعد عملية اللي هو الولادة. The woman experience and she adjusts for the new family member. طبعا بالنسبه لها بدا يجي طفل جديد، وهل البروسس ده او الري ادجستمنت ده تختلف من واحده للثانيه؟ هل التكيف او عدم التكيف يختلف من وومنز للثانيه؟ بيز اون وات؟ البرسبشن بيز اون وات اولسو. لو انا بص البرسبشن هنا بطريقه بوزيتيف ان دي فيسيولوجيكال بروسس وحصل عمليه ولاده، وبالتالي في عمليه ما بعد الولاده في تربيه اولاد، فبالتالي دي حاجه انا بصلها بطريقه ايجابيه، فيبقى العمليات ماشيه معايا نورمال. حتى كمان بيقولوا في اللي هو الليبر بروسس او اللي هو مراحل الولاده نفسها، بيقولوا الناس اللي هم البرسبشن بتاعهم للبريجنانس بوزيتيف بيبقى عمليه الليبر بتكون سهله، والناس اللي هم اكثر عندهم البرسبشن بتاعهم نيجاتيف برسبشن اباوت البريجنانس والبريجنانتي بيكون عندهم مشكله اكتر، او بيكون في عندهم صعوبه في عمليه الولاده، وبيكون المعاناه بتاعتهم اكتر بكتير من الناس اللي هم بصيناها بطريقه بوزيتيف. وات انذر؟ وات ايلس؟ ايه تاني غير حته موضوع البرسبشن؟ ايه الفاكتورز اللي بيأفكتنج؟ هل اللي بتولد لاول مره زي البرايمري بار زي اللي هي المالتي؟ هل اللي عندها بيبي قبل كده زي اللي ما عندهاش؟ هل اللي هي منتظره ولد زي اللي منتظره بنت؟ هل اللي بقى لها دلوقتي 16 سنه منتظره انها من الاصل تخلف، وكل مره بيحصل لها ابورشن، وكل مره بيبقى الحمل ما بيتمش زي واحده الحمل بقى كويس؟ كل ده فاكتورز بتأفكتنج. وات بس؟ اتفضلي. في تاني؟ الدبنت هل برضك حته اللي هو هل في كوينز ولا جانس ان هو سنجل؟ بس برضك هل هو بيأفكت التراكوس ولا نيجاتيف؟ الدبنت على مين فاكتورز. في بعض الناس لو هي اول حمله وجالها كوينز فبالنسبه لها تقول ده كويس، يعني معنى ذلك بدل ما تحمل مرتين حملت مره واحده. اوكي؟ لكن في بيبي هو ممكن يكون انها بتبص انت لول بالنسبه لها، وخصوصا لو كان هذا الطفل اللي يعني لي اكتر صحه البيبي بقى، هل الطفل اللي نازل الوزن بتاعه مظبوط وصحيه كويس زي طفل راح الحضانه، زي طفل نازل بريماتيور وزنه قليل، كل الكلام ده فاكتور بتفكر. وات ايلس؟ يا اتفضل. لا قالت لي سبورت سيستم، لما تكون الاسره كلها فرحانه بالطفل اللي جه غير لما يبقى فيش حد معاها غير اللي هو لوحدها. ولذلك اسلاميا حتى لو ما فيش في حد مش مفهوم الاسره انها تكون امي او اختي او اخويا، ممكن يكون الجار كده بالبلدي كده، تلاقي لو والدتك جارتها ولاده ولا حصل عندها اي ظرف تروح من نفسها تزورها وتروح تقدم واجب معاها، تروح ترعاها، تروح كل الكلام ده بنسميه سبورت سيستم. بس سبورت سيستم مش مقصود فيه بس حتى ان هم الريلاتيف، ممكن يكون برضه في موضوع اللي هو الجيران لو هي جارتي. ايه تاني؟
اكسبرت اللي هو الفيزيكال كونديشن بتاع الفيميلز بيأفكت برضك على اللي هو الريسبونس، مش بس الفيزيكال كونديشن اند اوسو سايكولوجيكال كونديشن. الناس اللي هم طول الحمل او كانت هي من الاوسو سايكولوجيكال ديستربل بتلاقي اكتر واحده لايبل انها ممكن يحصل لها بوستبارتم ديبريشن. يبقى الناس اللي هم ماشيين بطريقه سلسه وفي سبورت وماشيين امور كويسه بتلاقي اكتر ماشيين البروسس فيها سلاسه، غير اللي بيكون عندهم مشاكل، وخصوصا لو كانت قبل كده عندها بري موربل بيرسوناليتي او عندها حاجه مشكله قبل كده نفسيه، بتلاقي اكتر ناس هاي ريسك فور بوست بارتم ديبريشن. بوست بارتم ديسكانسر تشينج ان هير بودي ايمج، هل حصل تغيير في البودي ايمج بتاعها؟ هاو هاو قولي يا محمود، هل في حصل تغيير في الشكل؟ بعد الولادة؟ بتزيد في الوزن ولا بتبقى في فرزان من البريجنانسي؟ في البريجنانسي مش بيبقى في تغيير، في كومبليتلي شيرد في الفيزيكال كونديشن، مش وزن احتمال تكون زادت 13 كيلو اثناء الحمل في نهايه الحمل، التغيرات دي كلها والحاجات المنظر العام اللي اثر عليها، دلوقتي الحاجات دي بدات تقل، بدات ترجع تاني للنورمال، فهنا بدات ترجع للنورمال تاني، فبيبقى في المرحله دي ترانزيشن او مرحله انتقاليه ما بين حته التشنجز اللي حصلت في الولاده في الحمل وما بين ما بعد الولاده. بس برضه discomfort change in her body image عن زرياتي that she is no longer pregnant. ليه حته انها البريجنانسي هنا بيأفكت على حته الايدنتي؟ هل في علاقه ما بين البريجنانسي والايدنتي؟ البريجنانسي والايدنتي. ها؟ I think we discussed before. الايدنتي and pregnancy. هل في فصل؟ برافو عليك. في الاول كان عندها سنجل ايدنتيتي قبل الحمل، مع الحمل بدا يحصل فيه بنسميها دبل ايدنتيتي، بقى هي والبيبي كل تصرفها بتقول البيبي، كل حاجه اللبس الاكل الشرب القعده كل حاجه بتحط تو بي كونسيدر الجنين. دلوقتي بدا الجنين خلاص نزل، يبقى معنى ذلك ترجع تاني موضوع الايه؟ سنجل. فحته احساسها انها ترجع تاني انها بقت سنجل تبقى شويه كونفيوزد. في بعض الناس هما بعد الولاده مباشره بتبقى لسه حاسه كانها لسه حامل، ولذلك كده في البلد يقولوا ايه؟ لسه مخلفه دلوقتي، يقولوا اكلوها فرخه تدخل مكان البيبي. لاحظوا الكلام ده يقولوها؟ خدي فرخه على طول تدخل كانها تدخل مكان البيبي. طبعا هم قصدهم ان هم يغذوها، بس هي نفسيا بتبقى لسه عندها ايحاء ان لسه هي حامل، بتلاقيها تتعامل وكانها بالظبط لسه البيبي موجود جواها، فالمرحله دي بتبقى شويه فيها كونفيوز. مرحلة الولادة أو نسميها اللي هو المرحلة البيبيريور فيز، قالوا إن هو قسمها لثلاث مراحل أثناء الليبر نفسها، ثلاث مراحل بتمر بيهم الفيميلز من بداية الولادة لغاية ما بتخلص الولادة. First one سماها اللي هو تيكينج أند فيز. انتوا طبعا نزلتوا الولاده صح؟ ده في الليبر اللي نزل منكم. الام وهي بتولد بعد ما ولدت مباشره ايه اللي بتحس بيه بعد الولاده مباشره؟ اللي نزل الولاده مين؟ حد نزل الولاده اتفضل. بعد ما ولدت مباشره ايه الاحساس اللي حسيته بيه؟ ايه اللي بيبقى اهتمامها؟ هل اول ما تصحى على طول كده من العمليات او لو كانت نورمال؟ في منهم كتير تقول لك وريني الطفل او ولد ولا بنت. بتطمن على البيبي؟ عايز تعرف ولد ولا بنت؟ دي كانت ريسبونس انذر. خدوها انا مش عايزاه، هي عرفت الاول ولد ولا بنت؟ عارفين خدوها انا مش عايزاه يعني ايه؟ عايزه بقى ده اللي انا بتكلم عليه، عايزه حته الوقت فيزيكال، عايزه ترتاح شويه جسمانيا. مرحله المعاناه في الولاده كل الالم اللي قامت بيه في الولاده عايزه ترتاح بقى، فكل الفوكس بتاعنا عايزه بقى شويه تهدى وحد ياخده، مش موضوع ياخدوه لكم لا، خدوه جاست دلوقتي وعلى اساس ان هي تنام او ترتاح شويه. في حد تاني شاف فيرست ريسبونس من المذرز بعد الولاده؟ وات ايلس؟ ايه الحاجات اللي شفتوها تاني بعد الولاده؟ في حد فيكم شاف نفسه سيزيريا؟
كان في السيزيريان حد شافها؟ دي اللي انت كنت بتتكلمي عن السيزيريان بعد ما فاجت؟ كانت فايقة. فأول على طول أول حاجة قالت لك ولد ولا بنت؟ في ريسبونس أو نزل في ريسبونس؟ الإيه؟ أبطمنا البيت قاعدة بتتألم وبالتالي عايزة إيه؟ فكل الفوكس بتاعها على الفيزيكال كونديشن بتاعتها. كل الفوكس بتاعها على فكره اغلبيه المرحله دي في الاول بيبقى المين كونسيرن بتاعها حته انها عايزه توصل لمرحله الكمفورت، لان هي اوريدي بعد الولاده مباشره بيبقى عندها ديسكمفورت. البين اللي بقى موجود في اليوترس، الالم اللي بقى موجود معاها حتى في عمل سيزيريان، بتبقى محتاجه الراحه. ولذلك لما بتقول لها خدي على اساس انها ترتاح شويه. لكن في بعض الناس مش كلها هتقول لك وريني ولد ولا بنت. ولذلك اتس بيتر بعد الولاده على طول بعد ما تولد خدي البيبي حطيه على بطنها. واي؟ ليه تحطه على بطنها؟ عشان حته استابلش الانفنت ماذر ريليشن شيب اند وات ايلس. تراي اللي هو البريست فيدنج. بس هنا في البريست فيدنج بيبقى ينزل في الاول احيانا يقول لك ده نزل ميه. فكره ما دي كويسه. فيها قد ايه نسبه كميه اللي هو الانتي بايوتكس مهمه قوي. ولذلك في بعض الامهات وفي بعض الفورس بليز تقول لك ده ميه، ما تسقيش الطفل الكلام ده، تبدا تديله ميه وحاجه من بره. ده انتي بايوتك نازل لغايه ما تلاقيها بعد ثلاث ايام يبدا اللبن ينزل الطبيعي. فالمرحله دي بتبقى زي اميونتي بالنسبه للبيبي. فمهم قوي انك تخليها انكارج المذرز انها انكارج بريس فيدنج. بس ده لازم يكون عم عامل لها بريبريشن من قبل الولاده. صح، لان ات مي بي يكون في النبلز فيها مشكله او فيها حاجه، فمفترض ان انا بحضرها من قبل الولاده. الجزء ان انا اول مره اشوفها ابدا ان انا اعمل اشجع حته اللي هو البريست فيدنج. ايه برضه في البنفيت بتاع ان انا اخلي الطفل يبقى على بطن امه؟ بس طبعا لو عامله سيزيريا مش هينفع. انا بتكلم في النورمال ليبر. واتس ايرس؟ ايه الفايده؟ ايه الفايده الاخرى؟ طب الايموشنال سبورت اللي بيحصل ما بين الكونتاكت ما بين الفيتس وما بين، انا بقول على الابدومن، ليه قلت الابدومن؟ برافو، اكسلنت، اتفضل. كونتراكشن اللي بيحصل بعد الليبر، بيبقى في بعد الليبر بيحصل فيه كونتراكشن لليوترس عشان يرجع للنورمال ليفل بتاعه. الكونتراكشن اللي بيحصل ده لو بتحط البيبي عليه بيساعد في حته الكونتراكشن وبالتالي يساعد انه يرجع للنورمال ليفل. مع البريست فيدنج كمان نفس الاسلوب. فمهم قوي انك تحط البيبي مباشره بعد ما بتولد، ما بتعملي الكير للطفل تبداي تحطيه على امه، هنا بيساعد في موضوع اللي هو اليوترس كونتراكشن، وبالتالي حته برضه بيساعد في الانتيميت ريليشن ما بين اللي هو المذرز واللي هو الانفنت. During this phase the mother's primary concern is on her own needs. اللي كانت بتقولش اسمع ايه؟ ياسمين بتقول لي كل اهتمامها ان هي الالم واللي عايزه ترتاح من الالم اللي هي فيه، وكل اهتمامها ان هي عايزه توصل لمرحله الكمفورت لانها في مرحله اللي هو الفيزيكال ديسكمفورت. ركزي في بعض منها لما قالت لك خديه عشان عايزه تنام شويه، لانها اجهدت في مرحله الولاده فبالتالي عايزه ترتاح. فبيبقى المين كونسيرن بتاعها انها بتركز على حته، او بيبقى انت از نيرس بتركز على حته اللي هو الكمفورت، بتركز على اللي هو الفلو، بتديها حاجات تشربها وبتبداي تديها بتديلها فرصه او بتاهليها انها ممكن تنام شويه بعد المعاناه اللي قابلتها في موضوع الولاده. بيقولوا في المرحله دي بتبقى باسيف. هل هي لاحظت ام كده بعد الولاده تخط ابنها وتعتني بيه وتعمل كذا، ولا تبقى سايباه الحب؟ يا اما مامتها لو انت في المستشفى تبقى النرس هي اللي بتبدا تاخد المين كونسيرن او المين نرسنج كير او المين كير بالنسبه للبيبي، بيبقى من خلال النرس مش من خلال الام في المرحله الاولى، لان الام هنا مهتميه بالفيزيكال كونديشن بتاعتها. فاهماني؟ فبتبقى في المرحله ديت فيزيكالي هي محتاجه انها ترتاح شويه. شيء اسمها ديبندنت اون على النرس او على الريلاتيفز اللي موجودين معاها، حد يسندني، حد يقومني، حد يقعدني. ده بيبقى نورمال في المرحله دي بعد الارهاق في الولاده. عايزه تبتدي تجاوب ميكن ديسيجن، ما ينفعش تخليها في الفتره ده هي تاخد قرار. واحد مجهز، حد مجهز تعبان مرهق ياخد قرار، فسيبيها في الفتره ديت. اهم حاجه ان انت تومنتين اللي هو الكمفورت.
المرحلة دي أهم حاجة إنك تحاول إنها توصل لمرحلة اللي هو الكونفرس. A major task for the mother during this phase start is integrate her first experience into reality. أهم حاجة في المرحلة دي إن يحصل integration ما بين حتة إنها لسه لغاية دلوقتي مش مصدقة إنها ولدت. ده بنشوفه منين؟ وإزاي؟ اهم حاجه في المرحله ده يحصل انتجريشن انها تحس انها خلاص ولدت. وعشان اسهل الكلام ده ابسط حاجه اجيب لها ايه؟ البيت حطيه على الاطلب. فده هيساعد موضوع الكونتراكشن بالاضافه كمان ان هو هيساعد انها يحصل ادجستمنت ده اوريدي فعلا ان هي ولدت. During this time is integrate her first experience into reality to do this she talks about details. كل ما يجي حد يحكي لها تقعد تحكي له بقى من اول ما جت اللي هو الساين والسيمتوم ساند بتاع اللي هو ترو ليبر بين اللي هو العلامات الاكيده بتاعه الولاده تبدا تتكلم عليها. كل ما حد يدخل لا تقعد تتكلم عليها. لو انت قاعده معاك تقول ده كل ما حد يدخل تقعد تقول بتقول الكلام ده ليه؟ زيزو ده في الكلام ليه؟ في رايكم عشان توصل لمرحله الري ادجستمنت اللي هي خلاص خلفت فعادت انها بتزيد وتعيد في موضوع الولاده وحصلت ايه ومين اللي كان واقف معاها وايه اللي حست بيه وعملت ايه كل القصص ده. كل ما بيجي حد يدخل لها تقعد تتكلم عنه وتحكي عليه فبالتالي ده بيساعد موضوع الري ادجستمنت. السلف طبعا انا بقول لك بعض الامهات اللي بدات تفوق بقى ها وبدات تركز انها تحكي بقى يا اما من خلال الريليتيفز او الناس اللي بيكونوا في زياره او لو كانت في البيت تبدا تتكلم او تقعد تحكي برضه على نفس الاكسبيرينس اللي مرت بيها اثناء عمليه الولاده. وكل الكلام ده الهدف منه ان هي انتجريت اللي هو الادجستمنت. جاست اكسبريس الفيلينج وبعدين حته انها الادجستمنت احنا قلنا انها لسه حته من دبل ايدنتيتي لحته ان انا مش مصدقه انها خلفت لسه ستيل بتحس برضه كانها وكانها حامل حتى لما تيجي تقوم من على السرير وتخيلها وكان لسه البيبي جواها. فالكلام ده بالاضافه انك بتجيب البيبي قدامها كل ده بقلل مرحله الكونفيوجن يعني المرحله اللي هي بتمر بيها انا بقللها من خلال انك بتجيب البيبي تخليها تشجعها انها تتكلم عن اللي جواها. لان لو في حد جاي لها تبدا تتكلم معاه تزيد من عندها مفيش في حد جاي لها يبقى انا محتاجه ان انا اسمع لها. المرحلة دي بتبقى من يوم ليومين بتقعد فيها الفيميلز عن مي بي برولونجد ان امرجنس سيزيريان سكشن. ممكن مرحلة من يوم ليومين دي تزيد أكتر من كده لو كانت هي مرحلة سيزيريان سكشن. يبقى في الفيرست ستيج بتكون مين كونسيرن بتاعها فيزيكال كونديشن بتاع المذرز كل اهتمامها انها توصل لمرحلة اللي هو الايه الكونفورت. كل اهتمامها في المرحلة دي انها توصل لمرحلة الادجستمنت او ري ادجستمنت تاني من خلال انها تتأكد انها بدأت خلاص الحمل انتهى. المرحلة الثانية ودي بتبقى مرحلة ما بين حتة احنا قلنا في الأول الأم كانت إيه؟ باسف كانت المين كونسيرن بتاعها فيزيكال كونديشن بتاعتها. كل المرحلة بتاعتها كانت عارفة تتأكد إنها أو كانت لسه في مرحلة اللي هي ما بين لسه حامل وما بين إن هي أوريدي خلاص البيبي نازل. كل الكلام ده هي في المرحلة إن بتوين. المرحلة الثانية ديت بتبقى الأم بقى انتردبندنت. يعني إيه انتردبندنت؟ يعني ممكن انها تساعد نفسها واحتمال انها تاخد مساعده من الاخرين. بس كده كانتردبندنت بالنسبه ريليتد للمذرز اند اولسو بالنسبه للبيبي. تبقى انتردبندنت انها في حاجات تعملها للبيبي وحاجات برضه محتاجه حد يساعدها في الرعايه بتاعت الطفل. فالمرحله دي بنسميها انتردبندنت او مرحله ترانزيشنال ستيج ما بين الفيرست ستيج اند ذا لاست ستيج. The mother becomes more independent. She exhibits concern about managing her own body function. تبدا هي بقى تهتم بنفسها، تبدا تاخد بالها من نفسها، الاول حد بيعمل لها، حد بيدي لها البيزك نيدز بتاعتها، دلوقتي بدات هي تعمل احتياجاتها. Assume responsibility for her own self-care, the first one. When she felt more comfort, لما تبقى تحس انها بقى ارتاحت وبقت كويسه، تبدا تعمل تركز على مين؟ تركز على مين؟ تركز على مين؟ على مين؟ حلو. فوين شي فيل مور كونفورت ان كنترول اوف هير بودي شي شيفت تبدا بقى تنقل الاهتمام بتاعها من الكونسيرن بتاعها الاهتمام بذاتها الى الاهتمام بمين؟ بالطفل.
المرحله دي بقى مهمه بقى. احنا قلنا بدات انها تركز تلقى الشفت بتاعها من الهير اتنشن للاتنشن لمين؟ هير بيرشن. تبدا بقى وهي بتبص لابنها بقى، هي كانت في دماغها صوره معينه للبيبي، بدات تشوف مين؟ الريال بيبي. تقول لك تبص له شويه كده تقول لك هو ده مش زي الصوره، هي حاطه صوره على الحيطه ومتخيله ان البيبي هيجي نفس الصوره اللي حطاها. فتبص لواد شويه وتبص للصوره تقول لك لا مش ده الصوره. ولذلك بالطبيعي كده كل ما حد يروح يزور حد يروح يقول لها شكل بابا، ده شكلي، ده شكل خالته، ده شكل خاله، عشان يقلل يقرب حته اللي هو انها تبدا تتقبل الطفل. انا ما انا ذلك مش قبلها، لا هي لسه ستيل في مرحله الايه؟ الاكسبكتيشن. هي متخيله ان هي حطت الصوره ده فالطفل هيجي عينيه ملونه وشعره اصفر وكلام من ده. تبدا تبص انت مش ده، فهنا بتبقى مرحله اوليه وبعد كده بتبدا تتعامل مع الطفل. She compared her infant with others infant to validate the wellness and wholeness response. She would come information about wide variety of behavior exhibited by the newborn. مهم قوي في المرحلة دي ان بدأت الأم ترتاح جسمانيا. لو عايزة أبدأ أقول لها حاجة ممكن أبدأ أقول لها بقى، لو في حاجة عايزة أقولها لها أبدأ أقول لها في المرحلة دي. أشجع قوي إنها تبدأ برضه نستمر مرحلة البريست فيدنج. إحنا قلنا البريست فيدنج بدأنا منين؟ الفيرست ستيج. المرحله دي برضه بشجع البريست فيدنج. هنا بيقلل حته اللي هو الجعبس، بيحسن حته اللي هو التراست ريليشن بين اللي هو او الانتيميت ريليشن ما بين المذر وي اللي هو البيبي. She may verbalize a great deal of anxiety about her competence as a mother. زميلكم في الاول قالت بتبقى قلقانه، هل هي هتبقى تقدر تبقى ام كف كما يجب؟ تقدر تعتني بالبيبي كما يجب؟ كل الكلام ده بيبقى يمر في دماغها، وبتبداي الكلام ده عشان ان انا اقلله ابدا اديها بعض النصايح او بعض المعلومات ازاي انها تتعامل مع الطفل بتاعها. واتس بيتر ان انا ابدا قبل قبل الولاده. يعني كويس قوي ان انا ابدا في الثيرد تريمستر في الشهر الاخير مثلا من الحمل ابدا اعرفها ازاي انها تعتني بالبيبي. لما تيجي بقى اوريدي الطفل جه ابدا ان انا اخليها تبدا تعتني بيه قدامي اكشوال. She may compare her content as a mother. تبدأ بقى بتقارن قدراتها كأم بزمايلها، ببنت خالتها، بأختها، تقول لك بس كانت هتعرف تتعامل مع طفل ولا لأ. أحيانا في بعضهم بيبقى خايف يمسك البيبي خصوصا الطفل هو لسه صغير كده. بكل الكلام ده اسأليها وخليها تعبر عن اللي جواها واسمعي لها. ثالث مرحلة اللي هي المرحلة بقى خلاص، احنا قلنا في المرحلة الأولى كانت الأم اندبندنت، كانت ديبندنت، كانت باسف. في المرحلة الثانية كانت اندبندنت، بدأت تقل الكونسيرن بتاعها من الاهتمام بيها، بدأت تقل الاهتمام ليه اللي هو البيبي. في المرحلة ده بقى بتبقى كومبليتلي اندبندنت، بتبقى كومبليتلي اندبندنت بالنسبة لي اللي هو الكير أوف ذا بيبي. تبدأ في المرحلة دي لو أنت عاوز تدي أي هاند ستيتشنج بالتفصيل أو حاجة ممكن تديها في المرحلة دي تتجاوب معاكي. بتكون نهايه المرحله ده الديبند على انها خلاص بدات انها تعتمد على نفسها، تعمل كل حاجه بنفسها، وكل حاجه تخص البيبي هي اللي بتقدر تعملها بنفسها. Some mothers and fathers are disappointed in the size and sex of the character of the infant. بعض الامهات متخيله انها هتجيب ولد ومنتظره انها هتجيب ولد فما جابتش ولد. هل دي محتاجه ان انا اعمل لها ريأشورنس؟ هل دي محتاجه سبورت؟ والسبورت مش لها بس فور مذرز اند للاب والام، لان هي على فكره مش المشكله عند الفيميل، غالبا بتكون المشكله متعلقه بالفذر. بالاضافه كمان هنا the infant who doesn't match up with fantasy baby of the pregnant woman بتبقى حاطه لابنها صوره معينه في الخيال. الصوره ديت حطاها غالبا صوره مكوناها لنفسها، فالصوره ديت بتيجي تقارن ما بين صوره الخيال والصوره بتاعت الحقيقه بتاع الطفل. فانا بقدر الامكان احاول ان انا اقرب الصوره دي مع بعض علشان انها اشجع حته العلاقه بينها وبين البيبي. في الاند ريزلت بتاكسس البيبي. ايه هي الفيسيولوجيكال السايكولوجيكال تشينج اللي بتحصل بعد الولاده؟ فاحنا اول حاجه قلنا ان في ثلاث مراحل بتمر بيهم الام اللي احنا قلناها. بعد كده بنتكلم ايه هي بقى التغيرات النفسيه اللي ممكن تبقى بعد الولاده. اول حاجه تغيرات
في البوست بارتم او في المودس اوردر عندنا ثلاث تغيرات بيبقى فيه بوست بارتم 2 تغيرات بعد الولاده مباشره، بيبقى فيه بوست بارتم ديبريشن، وده مش كل الفيميلز اللي هيولدوا كلهم هيصابوا بوست بارتم ديبريشن، ولكن في ممكن نسبه منهم، ودي بتبقى فيها ريسك فاكتورز او اللي كان عندها امراض نفسيه قبل كده او الناس اللي لايبل للامراض النفسيه هي ات مي بي اكسبيرينس بوست بارتم ديبريشن اند لاست وان بوست بارتم اللي هو سايكوزس يعني ميجور ديبريشن مع سايكوتيك فيتشر، وده بتاخدوه ان شاء الله بالتفصيل في سنه رابعه في الامراض الذهنيه. هناخد جاست بس احنا هنفوكس النهارده ان شاء الله على البوست بارتم بلو والبوست بارتم ديبريشن. بوست بارتم بلو ده اللي بيحصل لكل الفيميلز بعد الولاده، تبقى مرحله بعد الولاده مباشره، تبدا في المرحله دي تبقى فيها تشنج في المود وتشنج في الفيلينج بتاع الفيميلز. طيب هو ليه الفيميلز في المرحله بعد الولاده بيبقى لها يبقى فيه تغيرات نفسيه؟ عشان الهرمونال تشنج، هرمونال تشنج عليه ولا صدم دروب؟ صدم دروب التغير الفجائي في ان هو الهرمونز بعد مرحله الحمل لمده 9 شهور فوجئ النزول الفجائي مع الولاده بيبدا يسحبوا تغيرات نفسيه. A short lasting change in the mood that usually begins بتبقى من 3 from 3 to 10 days after childbirth it lasts بتبقى من يومين، ممكن انها من نفسها سيلف ليميتد. سيلف ليميتد يعني من نفسها بتروح، يعني بتيجي وتروح لوحدها، يعني سواء كان حصل في انترفنشن او ما حصلش انترفنشن هي من نفسها بيحصل سيلف ليميتد. Symptoms can last for several hours ممكن الاعراض دي هتبقى ممكن تقعد ساعات او ممكن تقعد ايام الديبند على الاعراض، تقعد ساعات او ايام الديبند على السبورت سيستم، الديبند على اللي هو نوع الجنين، الديبند على السيزيرين ولا نورمال، الديبند على الايموشنال سبورت، الديبند على البيرسوناليتي بتاع الفيميلز، الديبند على البرسبشن. في عوامل كتير كتير بتاثر على اللي هو الريسبونس، ولكن في كده او كده بتروح نورمال لكل الفيميلز. ممكن تيجي وتعدي قدامك وانت ما تاخديش بالك منها، بس انا از نيرس المفروض ان انا اخد بالي اعرف من اصل ايه هي البوست بارتم بلوز، ايه هي الكومن سيمتومز اللي موجوده في اللي هو مرحله البوست بارتم بلوز. بيكون في ويبنج دايما على طول، بتحس انها تاو، بيكون في بريز مود، بس البريز مود هنا شويه متضايقه، يعني شويه بعد الارهاق وبعد القلق وبعد الحمل والكلام ده تبقى محتاجه راحه، فبتلاقيها المود بتاعها شويه ما بين ديبريس لباي مود. واحنا قلنا قبل كده فين؟ قلنا قبل كده فين اللباي مود؟ فين؟ في البريجنانس قلنا ليها رابد تشينج اوف مود فروم وان اكستريم تو انذر. اوكي؟ بيكون في سليب ديستربنس. ليه بيكون في سليب ديستربنس؟ من البين، بس سليب ديستربنس من البين للام اللي لسه والده البين. برافو عليك. الاول كنت انا بنام في الوقت اللي انا عايزاه واصحى في الوقت اللي انا عايزاه، دلوقتي ما عادش اللي في الوضع كده، دلوقتي بتنام وبتصحى تبع ما البيبي بيعلي، البيبي بيعلي بتبدا تصحى معاه، طول ما هو صاحي صاحيه معاه، فبالتالي بيبدا يحصل فيه تشنج في اللي هو السيركاديان ريزم بتاع النوم. كانت في الاول بتنام بالليل وبتصحى بالنهار، دلوقتي تلاقي ممكن الطفل سيادته بينام طول الليل النهار ويصحى بالليل، فهي بتنام طول الليل قاعده سهرانه معاه، تصحى الصبح تحس انها دراوزي لخبطه، وده محتاج سبورت من البارتنر كتير قوي، ان هو لازم يعرف ان هي طول النهار او طول الليل مع الطفل المفروض ان هو يستوعب ان هو ممكن يساعدها او يعرف على الاقل اتليست ان هي بتبقى في المرحله دي مرات، ولذلك بتاخد هنا في مرحله اللي هي الولاده بتاخد رعايه الطفل وبتبقى وجوبيه، يعني الدوله عاطيه للفيميل ان لو خدت مرحله رعايه الطفل بتاخدها حاجه وجوبيه، ما بتبقاش ان هو حد يقدر يمنعها في الشغل اللي هي بتشتغل، لان قد ايه بتبقى الارهاق اللي ممكن تشوفه في مرحله خصوصا في بدايه الولاده. بعد الولاده على طول. Anxiety and anxiety. Why experience anxiety? Anxiety means fear from unknown. طب الفيميلز ده عندها fear from unknown، ايه التخوفات اللي عندها؟ هل هتبقى ام competent or not؟ What else؟ البيبي هيبقى كويس؟ هيبقى فيه ممكن يحصل فيه مشكله؟ ايه تاني؟ ولذلك اتس بيتر ساعة ما الطفل يتولد يبقى لازم طبيب اطفال يشوف الطفل. دروس ان الطفل لما اتولد طبيب اطفال يشوف الطفل، يشوف ده بيعمل له نيشن اسسمنت، وده مهم جدا. ايه
فايده نعمل انيشال اسسمنت في بدايه الولاده للطفل؟ قال لي ديتكشن، بشوف اي ابنورماليتيز موجوده في الاول، لان لو في موجوده حاجه في البدايه اقدر ان انا اعمل ايرلي ديتكشن وبالتالي يبقى في بروبر انترفنشن، غير ان انا استنى ما يحصل كومبليكيشن. ايه تاني؟ لو في اي كونجنتال الامنز. ايه تاني كمان؟ الفسيولوجيكال تشينج، وطمنها ان في حاجات فسيولوجيكال تشينج وفي باثولوجيكال جوبس وفي فسيولوجيكال جوبس، الحاجات دي كلها لازم ان انا اطمنها، ودي حاجه بتحصل امتى؟ هل بعد الولاده ولا بعد ثلاث ايام؟ كل الكلام المفروض ان انا اعرفها للام. عرفت ازاي انها ترضع البيبي، ولازم يكون الكلام ده من قبل. ادي لها سكيتشنج عن التشينجز اللي بتحصل، في المرحله دي محتاجه ايه؟ اوكي؟ ايه تاني؟ ارتبلت مينز يعني ايه؟ يعني ايه ارتبلت؟ Irritable manifestation of anxiety، يعني irritability and restlessness هي عبارة عن manifestation of anxiety، بيبقى قلقانة بشكل من أشكال بتعبر بيها عن القلق اللي جواها. نعم؟ Weeping بتتوب على طول، بتبقى من ضمن manifestation بتاعة اللي هو ال depression او البوست بارتم بلوم، طول الوقت تحس انها بتتاوب. عارفين الناس اللي شويه تحس انها مرهقه او دايما بتتاوب عايزه تنام من الارهاق، علامه من علامات الارهاق. طيب هناخد اخر حاجه البوست بارتم ديبريشن، يبقى قلنا فيه عن البوست بارتم بلوز ده بيحصل لكل الفيميلز وممكن يختلف، في بعض الناس يقعد عندهم ساعات وبعض الناس يقعد عندهم ايام في الدبل، كده او كده بيعتبر سيلف ليميتد بيروح لوحده. المهم ان انا ابقى عارفه الكلام ده واعرف ان ده نورمال بيحصل وبيرجع بطبيعته تاني، فمهم ان انا ابقى عارفه حتى كمان لو حصل وبدات تشتكي ابدا ان انا اطمنها ان دي حاجه مؤقته، زي بالظبط ما بيحصل بوست بري سيرفر مانفستيشن سندروم قبل البيريود، برضه بيبقى فيه بعد الولاده بوست بارتم فلو. الاهم بقى والاخطر بوست بارتم ديبريشن، مش كل الناس اللي هتبقى تولد هتصاب بوست بارتم ديبريشن، ولكن مي بي ان في بعض الفيميلز، الناس اللي هم لايبل للامراض النفسيه، الناس اللي هم اندر ستريس، الناس اللي هو بيبقى فيه لاكينج في السبورت سيستم، الناس اللي هي عندها نيجاتيف بيرسبشن، كل هذه العوامل تجمعت مع بعض ينتج عنها بوست بارتم ديبريشن. يبقى مش معنى ذلك ان واحده ما عندهاش سبورت سيستم يبقى تصاب، نو. واحده مثلا البرسبشن بتاعها نجت في الاصابع، لا، كل هذه العوامل تجمعت مع بعضها بالاضافه للهرمونال تشينج اللي حصلت اثناء فتره اللي هو البوست بارتم، كل ده من احد الاسباب اللي بتبين بيه اكسبيرينس بوست بارتم ديبرشن. بوست بارتم فيز از ا تايم اوف جريتست ريسك فور سيريس ديبرشن اوف، بيقول اكثر نسبه او اكثر مرحله فيها خطوره ان الفيميل بيبين بيه اكسبيرينس ديبرشن بتكون مرحله البوست بارتم، وقلنا هواي بيكوز على حته اللي هو الهرمونال تشينج او السدر تشينج في اللي هو الهرمونز. بص بطل بيبقى فيها نيجاتيف موز بريشر ان ذا نيو ماذرز هاف بين دوكيومنتد فور سنتري بات مي اوف مود بروبلم ريزولفد وذين شورت سبان اوف تايم. كل بعض الناس بيلاقوا فيهم تغيرات في المزاج او بي بي اكسبيرينس بوست بارتم ديبريشن، ولكن ممكن تروح لوحدها ما توصلش لدرجه انها ممكن محتاجه سايكاتريست او محتاجه مساعده انها تروح لدكتور نفسي، لانها ممكن انها تروح لوحدها وتبقى زي كانها الفتره بتاعه اللي هو البوست بارتم بلوز طولت شويه. لكن عشان تبوست بارتم ديبريشن وانا اقول لك المانيفستيشن اللي تبقى موجوده لازم تكون محتاجه سايكاتريست ومحتاجه مساعده. ولقوا كتير ان في بوست بارتم ديبريشن مرتبط بحته اللي هو مارايتال كونفليكت، المشاكل الزوجيه اللي تبقى موجوده اكتر حاجات من ضمن الريسك فاكتورز اللي ممكن تخلي الفيميلز اكسبيرينس بوست بارتم ديبريشن. في مشاكل زوجيه، في خلافات، في كلام من ده، بتبقى الفيميلز عرضه اكتر انها تصاب بالبوست بارتم ديبريشن. هنا بتكلم عن الايتيولوجي اوف بوست بارتم ديبريشن. اول حاجه اللي احنا قلنا عليها اللي هو سيفرال هرمونال هايبوثيسيس، بتقول اول حاجه اللي هي الهرمونات، في الهرمونات عندنا تو هرمونز بيتغيروا بعد الولاده. اول حاجه الاوفيريان هرمونال سنسيتيفيتي، وده عندنا اللي هو الاستروجين والبروجسترون، بعد الولاده بيحصل لهم سادن دروب. السادن دروب ده بيقولوا ان هو بيستوميليت او بيأثر على حته اللي هو الفيلينج، وبالتالي بيبقى الفيميلز اكسبيرينس ديبرشن. الانذرز
هايبسز. نسبة مع الولادة بينزل الاستروجين والبروجسترون وبيعلى البرولاكتين هرمون عشان الرضاعة. يبقى مع الولادة بيزيد بيقل نسبة الاستروجين والبروجسترون، فده بيقولوا ان هو بيبقى ريسك فاكتور للدبريشن. تاني حاجة زيادة البرولاكتين هرمون عشان موضوع اللي هو اللاكتيشن، فبالتالي بيقولوا برضه من ضمن الحاجات اللي هي ريسك فاكتور فور الدبريشن. هل في سايكولوجيكال ستريسورز موجودة أثناء الليبر أو بعد الولادة؟ الولادة دي مش محتاجة فاينانشال سبورت، طفل جديد دخل الأسرة محتاجة بقى عبء جديد، لما كانت الأول بدل ما كانت في مين وكانت زوجة بعد دلوقتي أم، بالإضافة كمان إنها ممكن تكون مرأة عاملة عندها أكثر من أدوار، بالإضافة كمان إن يكون بالإضافة إنها يعني تعتني بالبيبي الجديد في عندها أطفال قبل كده، فكل ده بالنسبة لها لود عندها. ايكونوميكال ستريسورز زي اللي هي اكسترا فاينانشال ديموند، بتبقى في متطلبات كتير مع الولادة ومع متطلبات البيبي. فيزيكال ستريس، حتة بقى السليب ديبريفيشن، واحدة كانت الأول بتنام براحتها وتصحى براحتها، دلوقتي بقى النوم والصحيان مرتبط بالبيبي، بالإضافة كمان لازم الصبح ولادها هتوديهم المدرسة أو هتوديهم الحضانة، بالإضافة كزوجة، بالإضافة كالمدرسة لو كانت بتروح شغل أو حاجة، كل ده بالنسبة لها لود بالنسبة للبريجننت اللي هو الومنز. سايكولوجيكال ستريسورز زي لو كانت لأول مرة بتخلف، حتة بقى إنها ازاي تتعود على انها تتعامل مع طفل جديد اللي هو البارنتال سكيلز، ايه الحاجات اللي هتحطها في اعتبارها، تتعامل مع طفل ازاي، تتعامل توافق ما بين الطفل وتوافق ما بين البيت وتوافق ما بين انها زوجه، كل هذه الادوار بتبقى من ضمن الضغوط النفسيه اللي تعرض لها الفيميلز. ولذلك she needs more support، محتاجه مساعده. الاخطر بقى ان ممكن يكون في مرايتال كونفليكت، يعني هي حصلت الولاده جابت البيبي ولكن في صراعات زوجيه، ودي من اخطر الاشياء اللي بتبقى ستريسرز بالنسبه للفيميل، لان هنا محتاجه اكتر سبورت، محتاجه من الزوج، محتاجه السبورت من الزوج، محتاجه السبورت من الاسره، من باباها، من والدتها، من حماتها، ولكن اكتر سبورت محتاجاه تبقى محتاجاه من اللي هو هير هاسبند. لو كان في مارتال كونفليكت او في صراعات زوجيه او في خلافات زوجيه، ده من احد الاسباب الرئيسيه ان ممكن تؤدي بوست بارتم ديبريشن. husbands work for long hours and low support for the wife، طبعا بس برضه محتاجه ان الفيميل تعرف ان الزوج اللي بيشتغل مده طويله وبيخرج الصبح وبيرجع اخر النهار، هو برضه بيشتغل علشان يبني البيت، فالمفروض انها تحط في اعتبارها برضه ان هو برضه بيجاهد نفس ما انت بتجاهدي مع الطفل، هو برضه بيجاهد بالنسبه لان هو يوفر الحياه الكريمه للاسره. سوسايتال اكسبكتيشن برضه من ضمن الاستريسز المجتمع متوقع منها ان المفروض تكون ام صالحه، المفروض انها تطلع اطفال كويسين، كل الكلام ده المجتمع متوقع منها ان هي تبقى جود ماذرز. بيقولوا في بعض النظريات بتقولوا depression prone the woman or woman prone depression، يعني ايه؟ بيقولوا ان الاكتئاب دايما جاي من عند المرأة، والمرأة نفسها هي اللي بتؤدي، يعني المرأة نفسها بتؤدي الاكتئاب. طيب اللي ضحكوا قوي كتير قالت علشان كل الاستريسورز اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، يعني كل الضغوط اللي اتعرض لها دلوقتي بيقولوا الكلام ده، بس الكلام ده مش 100% يعني، ده بيقولوا من ضمن الافتراضات، لكن بالعكس طول الوقت بتاع الفيميل عالي لانها بتتحمل الام ولاده، الام الولاده من الالامات الصعبه جدا، قبل الولاده بتتحمل الام المنستريشن، اللي عندها بتقدر تمانج اكتر من دور في نفس الوقت، يعني بتلاقيها بتعتني بالبيت، بتعتني بجوزها، بتعتني بالبيت، بتروح الشغل، في اكتر من حاجه بتعملها في نفس الوقت، الزوج ما يقدرش يعمل الكلام ده مره واحده. فده من ضمن الحاجات اللي هي بوست اسبرت بالنسبه للفاميلي. مجموعه اللي بتناقش المطوره.
اوكي. Women who have difficulty in adaptation to the change and the mood are more likely to experience high anxiety and which result in depression. يعني بقول الناس اللي مش قادرة تتكيف مع متطلبات الحياة بتاعت الزواج والحمل والولادة والكلام ده تبقى عندها نسبة كتير عالية من الانزايتي and it may be experience depression. ولذلك اللي يعنيني من القصة دي كلها انها she needs more help and support. محتاجة مساعدة. محتاجة ان انا ازاي ان انا ممكن اساندها. محتاجة ازاي ان انا في المرحلة دي ان انا اديلها كونسلنج. ازاي ان انا احسن الناحية النفسية بتاعتها عشان اقلل حتة postpartum depression. ايه الاسسمنت بقى ازاي نعرف على postpartum depression؟ اول حاجة في الاسسمنت feeling of inadequacy. يعني ايه inadequacy؟ المجموعة اللي كانت ورا بتناقش الموضوع. يعني ايه inadequacy؟ يعني ايه adequacy؟ يلا ها ايه adequacy يعني؟ حاسس انها مش قادرة تقوم بمتطلبات الدور بتاع الأمومة والدور بتاع الزوجة ودور إنها تشتغل الأدوار كتير عليها حاسة إنها بالإضافة إنها مش قادرة. Okay. Feeling of inadequacy and guilt feeling of not loving or caring enough for her baby. وده من أخطر الأشياء إن هي عندها إحساس بالذنب إنها مش قادرة تعتني بابنها كمان. وهنا على فكره خطوره قوي قوي في postpartum depression علاقتها بابنها فيها مشكله it may be experience harm herself or harm others. يعني postpartum mothers اذا لقينا depression عرفت may be harm herself or harm others وهنا harm others in form of her baby ممكن انها تبدا تضر ابنها تعمل حاجه للطفل وبتعمل حاجه للطفل انا مش بقولها لك لمجرد انها just ان انا mention ولكن بقول لك take care ان الام اللي هي postpartum depression it may be harm herself or harm others. harm other هنا بيبقى مقصود بها الطفل ولذلك ده محتاجه منك protection محتاجه ان انا اعمل observation بطريقه indirect way ما اجيش اقف قدامها كده طول ما انت واقفه قدامها ما هي لما تيجي تلاحظي حد هتلاحظيه كده بطريقه direct observation ولا بطريقه indirect observation وانت بتتكلمي معاه بتبقى دايما حاطه في اعتبارك ان هي it may be risk لأن هو الطفل فزي بتبقى هنا high risk for violence toward herself or toward her baby. بيبقى في عندنا feeling of hopelessness. What does mean by hopelessness? Hopelessness, what does mean? Hopelessness. اللي هو اليأس أتوقع إني سمعتها منك كده يعني المهم اليأس بيبقى حاسة باليأس اللي هو مش حاسة إن في أمل في الحياة وده من ضمن الحاجات المانفستيشن اللي هي بتحس بيها حتى في يأس والعجز العجز اللي هو هيلبلسنس مش قادرة لا تساعد نفسها ولا تساعد البيبي بتاعها بيبقى حساس بالعجز والإيه؟ واليأس تبقى inability to cope and fire mood عن depression depressed mood حاسة تقول لك ان انا حزينة حاسة ان انا مكتئبة من ضمن الحاجات في الاسسمنت ذاتها بتكون somatic manifestation ليه بيبقى عندها somatic manifestation somatic means somatic manifestation يعني ايه اعراض كسرة جسمانية اللي عارف الصداع الالم الهيدك والبين النوزي الهورتنج الحاجات اللي هي دايما سوماتيك كومبليت بتكون كتير عندها الفتيج ليه؟ نتيجه الناحيه النفسيه بتاعتها مش كويسه فبالتالي الاميونتي بتاعتها قليله طول الوقت بتشتكي فده محتاجه بتقول لك عليا خلي بالك عايز تتكلم معاكي عايز تفضفض معاكي محتاجه تو بي كونسيدر سايكولوجيكال كونديشن بتاع الفيميل عشان تحسني ان هو سوماتيك كومبليت and it may be experienced with loss ممكن وزنها يقل السليب ديستربنس ممكن النوم ما تنامش بس خلي بالكم في الدبريشن ممكن الاقي صورتين
ممكن الاقي بعض الكلاينت تلاقي ان هي بيبقى عندها انسوميا ما بتنامش خالص، او ممكن تلاقي عندها هايبرسوميا. هايبرسوميا ان هي بتنام طول الوقت وبتصحى تاكل كميه كبيره من الاكل، يبقى في عندها بتنام كتير تاكل كتير. في نوع تاني الموست كومن اللي بيمثل حوالي 75% من اللي هم الديبريس بيشن، بتلاقي ان هي نومها بيبقى قليل، بيبقى عندها انسوميا. وخصوصا هنا على فكره الريسك بتوع الديبريشن ان هي تنام بدري وتصحى الساعه 3 الفجر وما تعرفش تدخل في النوم تاني، ولذلك في هنا ريسك كبير جدا ان انا لما بتصحى الفجر ممكن المي بي عندها سوسايدال ايديشن، عندها افكار انتحاريه، بالاضافه انها صاحيه بدري فنسبة انها تكون من سوسايد عالية جدا، ممكن انها تنتحر لان بتصحى بدري، بالاضافة ان عندها سوسايدال ايديشن، كل ده بيخليها اتمي بي كوميت سوسايد. بتبقى فتيج عند الاكزهوشن من اقل شيء، بترهق بسرعة وبتجهد، بيبقى فيه بيقل الموتور اكتيفيتي. من اكثر الاشياء كمان السوشيال ويزدرول، منعزله منضويه ما بتتكلمش مع حد، كلامها قليل، ويوم ما بتتكلم بتتكلم عن الموت، بتتكلم على حته اللي هي الدنيا يائسه قدامها، ما عادش في امل، الدنيا خلاص بالنسبه لها انتهت، فكل كلامها قرص طيب، ان كيس انها اتكلمت بتتكلم بالاسلوب ده. difficulty in establishing new routines، صعب انها تبدا حاجات جديده، لان احنا قلنا عندها حته اللي هو الفتيل، عندها الدنيا بص في انترس، بدات الحاجات اللي كانت بتهتم بيها ما عادش بتهتم بيها، فكل حاجه في الحياه ما عندهاش امل، hopelessness و helplessness، كل ده بيخلي فيه it's too difficult not to establish new routines. ولذلك لما اجي خلاها تعمل حاجه خلاها تديها حاجات simple task، تعمل حاجات بسيطه وابدا اديلها instruction step by step، لان هي من الاصل عندها صعوبه انها تبدا، بالاضافه concentration كمان بيقل. In addition بيبقى عندها مشكله في decision making، ما ينفعش انها تاخد قرار في مرحله الدبريشن، لان لو خدت قرار غالبا هيكون طريقه الكونسيكونس بتاعته مش هتكون كويسه. difficulty getting off sleep or early morning waking، بيبقى عندها الانسوميا وخصوصا بيبقى تصحى بدري، وده فيها الريسك بتاع السوسايدال او تو كوميت سوسايد. fear of harming the infant، خايفه لتضر ابنها. وفي حالات كتير شفناها في القسم عندنا بوست بارتم ديبريشن، بس جايه عن طريق انها محوله من النيابه لانها حاولت انها تخنق الطفل. في لسه السنه في شهر واحد اللي فات بنت كانت برايمري، كانت لسه اول طفل تخلفه، وبدات بعد الولاده على طول يحصل لها بوست بارتم ديبريشن، بدات انها تحاول تخنق الطفل. لما بتكلم معاها بتقول انا بحاول اشوف لما انا هحط ايده على هخنقه هحس، عايزه اشوف ايه اللي هيبان على وشه. انا مش بضحك، تخيلي انا طبق ام لسه اول مره يجيلها طفل وبتحاول انها تخنق في الطفل. ولذلك مهم قوي قوي ان انا لما في البوست بارتم ديبريشن ان انا المفروض اعمل انستراكشن ان الام او الحمل تبقى تاخد بالها من الطفل. معرفش اقول لحماتها خلي بالك هتخنق الولد ولا الكلام ده، ولكن لو امها او حاجه انها تبقى طول الوقت ترضع الطفل، الست ترضع الطفل وتاخد امها او حماتها تاخد الطفل تقعده يعني معايا تاخد بالها من الطفل، لان عندها خطوره انها ان بي هارم السيلف او هارم الفيبي. فمهم قوي 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 نعم. ولذلك الناس هم لما تيجي تتعالج فيه الانتي ديبريسنت خصوصا بياخدوا من اللي هو الاس تي الكتروكونفلسيف ثيرابي، بحيث ان هو بيديني رابط افكت وبيحسن المود عشان تقلل موضوع سوسايدال ايديشن ويقلل موضوع الريسك بالنسبه للبيبي. لوس اوف سكشوال انترس، واحده ديبريس بيشنت كل حاجه عندها لو، كل الاكل عندها قليل، النوم قليل، حتى بالاضافه للكلام ده ماشي نورا بيبقى في عندها السكشوال انترس بيقل. بيكون في بيختلف البروجريس او اللي هو السان والسيمتوم بتاع الدبريشن من يوم للتاني، ولذلك محتاج ان انا كونتينيو اسسمنت. في النرسنج كير او نرسنج دايجنوز من خلال الاعراض اللي احنا قلناها هنطلع النرسنج دايجنوز. دي واحده اهم حاجه عندي، عندها واحده ديبريشن تبقى في هاي ريسك فور فايلنس. تورد مين يا محمود؟ محمود مصطفى تورد مين؟
احنا قلنا high risk for violence toward self or their family. يبقى دي high risk for violence toward self. maybe كوميت وفاديه ممكن تنتحر او انها ممكن تحاول تخلص او تاذي الطفل. فده first intervention. feeling of depression lead to loss or guilt feeling, hopelessness and suppressed anger. بيكون من ضمن الحاجات اللي انتوا قلتوا لي برضه من ضمن البروبلم عندها anxiety, عندها feeling of hopelessness and helplessness. ده من ضمن البروبلمز اللي بتبقى موجوده عندها في postpartum depression. هل علاقتها علاقه الاب بابنها كويسه؟ خصوصا مع postpartum depression فبيبقى mother child او infant mother relationship بيكون فيها disturbed. او بتكون بقى فيها impaired الريليشن ما بين الاب وما بين الطفل. فده محتاجه ان انا اديلها proper intervention علشان احسن العلاقه بين الام وما بين الطفل. ايه السبب في كده؟ ان هو بيكون احساسها ان هي خايفه لتضر الطفل فبالتالي ما بتحبش تقرب منه وطول الوقت مثلا تقول لك شيلي بعيد عني. انا شفت واحده في نريمان في اسكندريه كان بوست بارتم ديبريشن الطفل بيبكي وهي جنبه مش قادره انها ترضع. مش عشان هي مش قادره ترضع الطفل. ولذلك كونك ما انت ما بتقربوا لها اكتر وهي مش قادره ترضعه فاتس بيتر انك تشيلي بعيد عنها لان كل ما بتشوفه وهي مش قادره ترضعه كل ما بتحس فيلينج اكتر كل ما الاعراض بتزيد عندها اكتر لانها شايفه ان ابنها بيتعذب قدامها وهي مش قادره انها تساعده فده بيزود الاحساس عندها اكتر. بيبقى فيه اللي هو الهوبلسنس انهيدونيا وده صميم انهيدونيا انهيدونيا عند انزايتي وده صميم ماي انهيدونيا انهيدونيا loss of interest فقد الاهتمام الحاجات اللي كانت بتبسطها وبتفرحها قبل كده ما عادتش بتبسطها ولا تفرحها الحاجات اللي كنت بعملها وبتبسط منها ما عادتش بتبسطني فده بنسميها loss of interest or anhedonia. طيب واحدة بالمواصفات دي عندها social isolation وعندها depressed mood وعندها hopelessness وhelplessness علاقتها مع الاخرين لما تبقى كويسه اكيد هتبقى امبارد. بالاضافه كمان انها سوشيال وسترون قاعده لوحدها منطويه طول الوقت فتبقى عندها امبارد في السوشيال انتر اكشن او في الانتر بيرسونال ريليشن شيب بتتاثر. ولذلك من الكونسيرن بتاعي ان انا الفيرست لاين بالنسبه لي في الانترفنشن ان انا بعمل بروتكت لي اللي هو البيبي وبعمل بروتكشن بالنسبه لي الفيميل عشان خايفه انها احتمال انها تكون ميت سوسايد. سكند وان ان انا اقلل الانكزايتي عندها، بعد كده ان انا احسن الانتر بيرسونال ريليشن شيب. طيب احنا قلنا ان السليب باترن والايتنج باترن والهايجين والكلام ده كان اخباره ايه؟ كانت نيجلكتيف بيرسونال هايجين، السليب باترن كان عندها انسوميا، كان الايتنج باترن بتبقى عندها انوركسيا. كل الكلام ده هيخلي ينظر يجي عندنا nursing diagnosis اللي هو بنسميه altered health maintenance. altered health maintenance حصل تغيرات في السليبنج pattern واللي هو الايتنج pattern بالاضافه الالمينيشن بتبقى اكتر ناس liable للconstipation لانها بتتحرك قليل حركتها قليله الايتنج بتاعها قليل بتبقى liable اكتر انها maybe experience constipation. فبالتالي انا لازم اهتم كانترفنشن لازم احسن اللي هو الايتنج باترن بتاعتها ادي سمول فريكونسي دايت ادي اكل فيه اتراكشن اكل يشد الانتباه حاجات اتراكتف ده بالنسبه للسليبنج باترن للايتنج باترن للسليب بقدر الامكان تهتم بالهايجين خليها تتكلم طول الوقت على الحاجة بتعمل اكسبريس الفيلينج يعني حسن النوم بالنسبة لها قللي الازعاج حواليها ما تخليهاش بقدر الامكان تنام بالنهار كتير وانها بتسديها بحيث ان انت في الاخر توصلي للنورمال هابيت بتاعتك. اي اسئلة؟ ان شكرا.